ميكلسن هو أشهر ممثل دنماركي يعيش حتى اليوم في مسقط رأسه في كوبنهاجن. مشواره الفني لم يبدأ إلا بعد أن بلغ 30 من العمر، وانطلق إلى العالمية عبر شخصية لوشيفر في فيلم جيمس بوند كازينو رويال في عام 2006. سؤال صعب. أعتقد أن شخصيتي هي مزيج من أشياء كثيرة، وكلما قمت بأعمال أكثر كلما اكتشفت جوانب جديدة في شخصيتي. أنا الآن رجل متعب ويود أن يقضي وقتا أكبر مع عائلته. أعتقد أنني إنسان طموح وعنيد جدا وأعمل كثيرا، وهذه الصفات تنطبق علي في جميع الأحوال. وبالتأكيد هناك صفات شخصية أخرى. في الحياة أم في عالم السينما؟ بطل المفضل في السينما هو شخص من حقبة السبعينات، فأنا من عشاق هذه الفترة الزمنية عندما كان يعمل مارتن سكورسيزي كثيرا مع روبرت دينيرو، فهما أنجزا أفلاما رائعة. هناك أيضا جين هاكمان وكريستوفر والكون وغيرهم. للأسف أنا أدخن كثيرا، قد يكون هذا نوعا من الإغراء، ولكن لا أقاومه. وفي الواقع هذا شيء ربما لا يسميه المرء إغراء، ولكني سأعتبر تدخين إغراء لا يقاوم. ليست لدي حكمة، ومع أنني لست متدينا إلا أنني أؤمن بمقولة: عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك. في هذه النقطة كان المتدينون القدامى أذكياء، وأنا ألتزم بذلك. من ناحية العمل أتمنى مواصلة ما أقوم به الآن. كل عام يختلف عما سبقه وتكون فيه أشياء جديدة، والمرء لا يعرف أبدا ما إذا كانت الأحوال ستتحسن أم لا، ولكن طالما لدي عمل أكون سعيدا بذلك، وأتمنى بالطبع قضاء وقت طويل مع عائلتي. أعتقد الحماقة، ويستغل المرء متعمدا حماقة الآخرين لمنفعته الشخصية. هذا يغضبني كثيرا، وأنا أقصد السياسيين الآن. عندما لا أعمل فإنني أحب أن أقود دراجتي لعدة ساعات بصحبة ابني، وبعدها أقضي بعض الوقت مع ابنتي، وفي المساء أستمتع بتناول طعام شهي مع زوجتي.